تحية الوطن، تحية جمهورية مصر العربية الطبعة الأولى في قناة دريم، وهذا أحمد المسلماني يحييكم، السلام عليكم. هنا المنصورة، يجب أن نستمع. المنصورة تكاد تكون العاصمة الثقافية لمصر. المنصورة فيها كتير جدا من ركائز ورموز القوى الناعمة المصرية. النخبة الثقافية في محافظة الدقهلية وفي العاصمة المنصورة نخبة رفيعة ذات شأن. ليست فقط السيدة أم كلثوم، وليس فقط عالم الفضاء الدكتور فاروق الباز، وإنما نخبة كبيرة ممتدة من العلماء والمفكرين، من الفلاسفة والأدباء في مجالات مختلفة. في مجال الطب الدكتور محمد أغنيم عمل تجربة عظيمة جدا في مركز الكلى في المنصورة، امتد مع الدكتور حسن أبو العينين، وفي تجربة في الكبد ممتازة مع الدكتور جمال شيحة. إنما بس المدرسة الطبية هي المتميزة في المنصورة، إنما مدارس وتيارات ثقافية مختلفة تمتاز بها المنصورة ومحافظة الدقهلية. ما هو الجديد إذن؟ الجديد أنه في 2018 مركز الحفريات جامعة المنصورة توصل إلى اكتشافات متتالية رائعة بالنسبة إلى تاريخ العلم. مركز الحفريات جامعة المنصورة بيشتغل بدرجة عالية جدا من الكفاءة، أو درجة عالمية من الكفاءة، سواء في الفيوم أو في صحراء الوادي الجديد أو في صحراء الواحات المصرية، في أماكن مختلفة، من أجل النظر في التاريخ الطبيعي للعالم والتاريخ الجيولوجي للأرض. هذا الفريق الرائع تشرفت بلقائه فيما قبل لحفل مجلة ساينتيفيك أمريكان، كان في القلعة في مصر، وقابلت رئيس الفريق الدكتور هشام سلام، وفي نخبة ممتازة مع الدكتور هشام، الأساتذة والدكاترة ثناء السيد وإيمان الداوودي وسارة صابر ومي الأمير وفرحات إبراهيم. هؤلاء العلماء والباحثين المتميزين اللي هم الحقيقة شرفوا العلم في مصر بأن هم نشروا في أكبر الدوريات العلمية في العالم نتائج مذهلة لأبحاثهم في مجال الحفريات. 2013 بدأوا، 2018 أصبحوا حديث العالم. لما تشوف دلوقتي مواقع عالمية كتيرة جدا، من CNN إلى روسيا اليوم، من صحف أوروبا إلى صحف الصين، الكل يتحدث فيما يختص التاريخ العلمي عن هذا الفريق الممتاز من جامعة المنصورة. أبرز إنجازين على المستوى العالمي والتاريخي لهذا الفريق في جامعة المنصورة: نمرة واحد، ما يتعلق بالقرود البدائية. القرود البدائية بتدي درجة عالية من المعرفة عن تطور الحياة على كوكب الأرض، تسمى الليمور، موجودة في مدغشقر وحواليها فقط، مش موجودة في أي مكان آخر في العالم. علميا ويقال عبر التاريخ إن مكانها وموطنها الأساسي مدغشقر والمنطقة الموازية من الساحل الإفريقي. إنما هذا الفريق قدر يكتشف أن الليمور كانت موجودة في مصر قبل ذلك بكثير، وأنها انتقلت من مصر عبر دول إفريقيا حتى وصلت إلى مدغشقر. وده من شأنه أن يغير كتير جدا في التاريخ الحيوي للكائنات اللي موجودة على كوكب الأرض، ويغير كثيرا جدا فيما يخص النظرة إلى القردة البدائية أو الأولية الليمور. الاكتشاف الثاني المذهل أن هم وقعوا على أول ديناصور يكتشف في إفريقيا. ما فيش قبل كده اكتشاف ديناصور في إفريقيا، ده أول ديناصور في القارة الإفريقية يتوصل إليه فريق جامعة المنصورة الممتاز. هذا الفريق البارع قدر يكتشف في إطار عمله في مجال الحفريات هذا الديناصور اللي ممكن يعود إلى أكثر من 70 مليون سنة. وده هيخلي حسب روسيا اليوم ومواقع أخرى يجري التفكير، هل كانت إفريقيا وأوروبا قارة واحدة؟ لأن الديناصور ما كانش موجود في إفريقيا، كونه موجود في إفريقيا معناه أنه كان يتحرك بين القارتين الآن، أو قارة واحدة إفريقية أوروبية فيما قبل.
ده بحسب صحف دولية هيؤدي إلى إعادة النظر في التاريخ الطبيعي. ده كلام جديد جدا، مهم جدا في مجال الحفريات وعلوم الأحياء والتاريخ الجيولوجي للأرض. هنا لازم نوجه تحية لجامعة المنصورة المحترمة والناجحة والمتميزة، ونوجه تحية إلى مركز الحفريات في جامعة المنصورة الذي شرف العلم في مصر بما وصل إليه من إنجازات ممتازة ولا يزال يواصل. وهنا النقطة الجوهرية، رغم أن كتير جدا رهنوا على الجامعات الأجنبية في مصر، رغم المصاريف الأسطورية للجامعات الأجنبية في مصر، رغم المكانة الاجتماعية الكبيرة اللي بتحظى بها الجامعات الأجنبية في مصر، ورغم نظرة الإبهار غير الموضوعية للجامعات الأجنبية في مصر، إلا إن وقت الجد بنلاقي الاكتشافات الكبرى من جامعة القاهرة، من جامعة الإسكندرية، من جامعة أسيوط، من جامعة طنطا، من جامعة الزقازيق، من جامعة المنصورة، من الجامعات الوطنية المصرية. ده مش معناه الجامعات الأخرى غير وطنية، إنما أقصد الجامعات الحكومية الوطنية المصرية اللي هي مش جامعات أجنبية ذات ثقافة أجنبية ورسوم مرتفعة جدا، وبقت مجال للتباهي مش مجال للمعرفة بشكل رئيسي للأسف الشديد. دلوقتي بلاقي إن إنتاج العلم اللي توقعنا يكون من الجامعات الأجنبية، إلا إن إنتاج العلم في مصر على محدوديته لا يقارن إطلاقا بأوروبا ولا أمريكا ولا اليابان ولا كوريا، على محدوديته، إنما ما يتم إنتاجه يجري في الجامعات الوطنية وليس في الجامعات الأجنبية ولا فروع الجامعات الأجنبية في مصر. تحية مجددة لجامعة المنصورة. ترامب يغرق، فهل تغرق إيران قبل أن يغرق ترامب؟ الرئيس الأمريكي ترامب في أغسطس 2018 في أسوأ حالاته، كل من قرب لانتخابات الكونجرس نوفمبر 2018 بيضيق الخناق حول الرئيس. الحزب الديمقراطي خصم الرئيس بيبذل قصارى الجهد ان هو يفوز في الانتخابات القادمة، وان بعد كده يبدأ اجراءات عزل الرئيس الامريكي دونالد ترامب. ليه الرئيس في اسوأ حالاته؟ لان اتنين من اقوى رجاله واقوى مساعديه، الاتنين دلوقتي بقوا في موقف ضعيف جدا في مواجهة العدالة والاتهامات الموجهة اليهما. الاولاني محامي الرئيس، والتاني مدير الحملة الانتخابية للرئيس. محامي الرئيس اللي هو كوهين عنده مشكلة كبيرة نتيجة ان في اتهامات موجهة ليه، سواء متعلقة باعطاء اموال من الحملة الانتخابية او من المال المخصص للحملة الانتخابية لسيدتين او لممثلتين اباحيتين، وده بيخالف القانون. أو الأمر الثاني ملفات ضريبية. هذا المحامي، محامي الرئيس ترامب، من أقرب الناس إليه. في كلام إن علاقته قوية جدا بالرئيس، وفي كلام في نيويورك تايمز إن الرئيس كان بيوجه له إهانات كتيرة مستمرة، إلا إنه كان بيثق فيه طوال الوقت. المحامي كان بيقول قبل كده باستمرار إنه مستعد إنه يفتدي الرئيس ترامب، وإن يتصدى لأي رصاص بيتجه إلى صدر الرئيس، وان هو مستعد لاخر لحظة يعمل باخلاص وقوة وتفاني وسحق خصوم الرئيس ترامب. لكن كل ده ما اصبحش دقيق بعد اعتراف المحامي كوهين بان الرئيس ترامب او ان حملة الرئيس ترامب دفعت فلوس للممثلتين الاباحيتين نتيجة اسكاتهم، وان الرقم ده يقارب 300,000 دولار، وان ده من فلوس الحملة الانتخابية مش من الفلوس الخاصة للرئيس ترامب، وبالتالي ده مخالف للقوانين الأمريكية. طبعا جدل كبير جدا في هذا الموضوع، البعض بيقول المحامي مخلص للرئيس، لكن مكتب التحقيقات الفيدرالية الأمريكية FBI هو اللي اقتحم مكتب كوهين وحصل على هذه الوثائق، وبالتالي ما كانش عنده حل إلا إن هو يعترف. البعض بيقول من الناحية القانونية هتتم الإدانة في هذه القضية، لأنه الأموال ديت مخصصة للحملة الانتخابية، اتاخد جزء منها
راح لممثلتين إباحيتين، وده مخالف للقانون. البعض بيقول إنه ممكن ما يدانش قانونا في هذا الموضوع لأن تم إجباره على إفشاء السرية القضائية، وإنه كان المفروض ما يتكلمش على موكله اللي هو الرئيس ترامب. الرئيس ترامب نفسه بيقول إن حتى لو في مخالفة، حملة الرئيس أوباما خالفت كتير جدا، إشمعنى حملة الرئيس ترامب واقفين على الوحدة وهم قبل كده فوتوا مخالفات أكتر لحملة الرئيس أوباما. في كل الأحوال في اتهام موجه لكوهين محامي الرئيس ترامب في هذا الإطار، اللي هو دفع أموال من الحملة الانتخابية مخالفا للقانون إلى ممثلتين إباحيتين علشان تصمتا حتى لا يساء إلى الرئيس ترامب. الملف الثاني هو قدام محكمة مانهاتن دلوقتي، هو اتهامات ضريبية، اتهامات للرئيس ترامب ولفريقه بأن حصل مخالفات ضريبية مهمة جدا، وأصبحت دلوقتي موجودة لدى الادعاء الأمريكي وموجودة في المحاكمة قدام محكمة مانهاتن. يبقى إذن ده ملف الرجل الأول من الاثنين الكبار اللي هم رجال الرئيس ترامب اللي بيتساقطوا، اللي هو محامي الرئيس ترامب، ملف متعلق بإعطاء أموال لممثلتين، والأمر الثاني متعلق بتهرب ومخالفات ضريبية. نيجي بقى الرجل الثاني من رجال الرئيس ترامب اللي أيضا أصبح دلوقتي بيضعف مركز الرئيس ترامب القانوني في مواجهة الحزب الديمقراطي. الثاني هو مدير الحملة الانتخابية للرئيس ترامب. منافرت عنده 8 تهم لو ثبتت هياخد سجن 80 سنة. يعني مدير الحملة الانتخابية للرئيس ترامب لو ثبت ان هو مدان في 8 تهم دول، اجمالي 80 سنة سجن في السجون الامريكية. التهم دي بقى احتيال ضريبي، اخفاء حسابات في بنوك امريكية، اخفاء حسابات اجنبية، انه في غسيل اموال، في شهادات زور، في قضايا بنوك، كل بقى الكلام ده 8 تهم قانونية تساوي 80 سنة سجن. الرئيس ترامب بيقول ايه بقى نتيجة طبعا دلوقتي في 8 اتهامات موجهة لمدير حملة انتخابية للرئيس، وفي اتهامات موجهة لمحامي الرئيس، وهذه الاتهامات بقى فيها دلوقتي وثائق وأوراق مهمة جدا. فالرئيس بيقول ان ده موقف سياسي منه، وان وزير العدل مش عارف يشوف شغله، وان في فوضى قضائية. الوزير رد على الرئيس وقال انه لن يقبل تسييس القضاء. والرئيس ترامب قال ان FBI لما اقتحم مكتب محامي الرئيس، ما كانش مفروض يقتحم، وده مش مجرد اقتحام لمكتب محاميه وانما اقتحام للوطن الامريكي. قال ايضا الرئيس ان الرئيس ترامب هو كمان خالف ومحدش حاسبه هذا الحساب. الا ان كلام الرئيس ترامب حول اخطاء FBI او اخطاء الرئيس باراك اوباما فيما قبل، او ان هو غير متهم في هذه القضايا، كل ده لم يؤثر كثيرا على الجهود في مواجهة الرئيس دونالد ترامب. النائب العام الأمريكي أو المدعي العام الفيدرالي، ده ما يعادل النائب العام الأمريكي، المدعي العام الفيدرالي إدى حصانات لناس هتشهد ضد ترامب، سواء مدير الشؤون المالية في مجموعة ترامب أو 2 مديرين في صحيفة عندها معلومات، دول هيشهدوا، خدوا حصانة وهم هيشهدوا ضد رئيس ترامب في هذه القضايا. القضايا بقى مش بس ان في حصانة لخصوم الرئيس او 2 من كبار رجاله تساقطوا، انما كمان وسط بيئة ثقافية ومناخ اعلامي معادل للرئيس. مؤخرا بس 7 كتب ضد رئيس ترامب، فيها كتاب اسمه المعتوه عن الرئيس ترامب، وهذا الكتاب ضايق جدا الرئيس ترامب اللي هو رد ووصف الكاتب ان هي لا تفهم وان هي شخصية وضيعة لانها كتبت هذا الكلام عن الرئيس ترامب التي اتهمته بدرجة من الخلل العقلي اثناء اداء مهامه الرئاسية، والكاتبة كانت مساعدة في البيت الابيض فيما قبل. الرئيس ترامب بقى في المجمل بيقول ايه؟ بيقول ان هو قام باعمال رائعة، وقال الرئيس او الفوضى، وقال انه اسواق المال هتنهار، وقال ان الفقراء سيزدادون فقرا في امريكا اذا سقط الرئيس ترامب.
وده أول مرة يعني الرئيس كلينتون لما وجه باحتمالات عزله من المنصب ما قالش هذا الكلام، إنما الرئيس ترامب بيقول إن هو لو تم عزله من منصبه الفقر هيزيد في أمريكا، أسواق المال هتنهار، الجهود الرائعة اللي بذلها كلها تنتهي، يعني أمريكا هتخسر كتير جدا لو خسر الرئيس دونالد ترامب رئيسا لأمريكا. ما هي الاحتمالات؟ إما إنه الديمقراطيين يفوزوا في نوفمبر اللي جاي في الكونجرس، وفي هذه الحالة غالبا هتبدأ إجراءات عزل الرئيس ترامب، وسواء بقى الاتهامات قوية مش قوية زي اتهامات أوباما قبل كده في الحملة مش زيها، زي اتهامات حملة كلينتون مش زيها، أيا كان لو الديمقراطيين فازوا هيبدأوا إجراءات عزل الرئيس ترامب. الاحتمال الثاني إن الديمقراطيين ما يفوزوش، وفي هذه الحالة مهما تكن الإدانات والأخطاء لن تبدأ إجراءات عزل الرئيس ترامب. أيضا في هذا السياق لو الرئيس ترامب مشي هيجي نائب الرئيس مايك بنس، ومايك بنس بيحظى بتقدير المحافظين، وفي هذه الحالة يكمل المدة وممكن يبقى هو مرشح الحزب الجمهوري في الانتخابات القادمة، ويكون الحزب عنده فرصة أفضل من إن لو الرئيس ترامب هو اللي كمل في الانتخابات القادمة. في تقدير آخر إن الرئيس ترامب دلوقتي بيشد جدا جدا على إيران، فيقعد بقى في شهر سبتمبر يكمل هذه الشدة، ويجي في شهر أكتوبر ويشتد أكتر أكتر في مواجهة إيران، يجي في نوفمبر شكل الانتخابات إيه؟ لقى نفسه بيخسر يبدأ حرب على إيران. ففي كلام إن ممكن يبدأ ضربة على سوريا في موضوع إدلب، وممكن هو يبدأ ضربة عسكرية لإيران قبيل الانتخابات أو أثناء أو بعد الانتخابات. لو كان السياق هو عزل الرئيس قد يكون البديل هو ضرب إيران. إحنا إزاء مشهد صعب جدا معقد جدا، الرئيس ترامب فيه قد يكمل المدة وقد لا يكمل، قد يبدأ حربا جديدة في الشرق الأوسط وقد لا يبدأ. في كل الأحوال أصبح مصير جزء كبير من العالم متعلق بما سيجري في انتخابات الكونغرس الأمريكية نوفمبر 2018. في توضيح ما ذهبنا إليه من تحليل في مقطع فيديو في الأول، تقرير عن محامي ترامب اللي بيعترف بثمان تهم تدين المحامي وتشير إلى الرئيس، والتقرير الثاني عن مدير بقى الحملة، تكلمنا عن المحامي ده مدير الحملة اللي هو برضه مدان باتهامات لو تأكدت 80 سنة سجن. لماذا اختارت مجلة التايم الأمريكية هذا الفندق في القاهرة أجمل فنادق العالم؟ في القاهرة يطل على الأهرامات فندق ميناهاوس الشهير، كان أوبروي ميناهاوس دلوقتي ماريوت ميناهاوس. هذا الفندق اختارته مجلة التايم الأمريكية من بين أفضل 100 موقع في العالم، مش كل المواقع فنادق، وبالتالي هذا الفندق أصبح بتقدير التايم من أجمل الفنادق في هذا العالم. فندق ميناهاوس هو بناه الزعيم الوطني العظيم الخديوي إسماعيل سنة 1869. كان في الأول استراحة استقبال كبار الشخصيات، إنما بعد كده تحول القيام بأدوار مختلفة حتى وصل إلى ما هو عليه الآن. ميناهاوس أو ماريوت ميناهاوس هو ملك الحكومة المصرية، إنما الإدارة فندق ماريوت. إنما هذا الفندق بإطلالته على الأهرامات اللي هي واحدة من أجمل ما يوجد في هذا العالم، خلى هذا الفندق موضع اهتمام النخبة في العالم على مر التاريخ، إن حلم كتير من القادة في العالم إن هم يروحوا هذا الفندق علشان يتأملوا الأهرامات العظيمة وهم داخل هذا الفندق الساحر المطل على الأهرامات. الرئيس الأمريكي روزفلت، الرئيس الأمريكي نيكسون، الرئيس الأمريكي كارتر، يعني آدي ثلاث رؤساء أمريكيين زاروا وأعجبوا بماريوت ميناهاوس أو ميناهاوس في ذلك الوقت، الرئيس فرانكلين روزفلت ورئيس جيمي كارتر والرئيس ريتشارد نيكسون. من بريطانيا الملك جورج الخامس والملكة إليزابيث الثانية والأميرة ديانا، هؤلاء وغيرهم من الناس اللي هم راحوا ماريوت ميناهاوس وأعجبوا جدا بذلك الفندق الرائع المطل على الأهرامات أجمل
ما في العالم من آثار. أيضا الإمبراطورة أوجيني وملك المغرب الملك محمد الخامس وملوك السويد وأسبانيا وإيطاليا، كل هؤلاء من نزلاء ذلك الفندق العريق المطل على الأهرامات. السيدة أم كلثوم، بيل جيتس، مونتجمري، شخصيات أخرى عظيمة دخلت إلى هذا الفندق الرائع وانبهرت بذلك الكيان الأسطوري المطل على الأهرامات العظيمة. لابد أن وزارة السياحة تحتفي بقوة باختيار مجلة التايم، وإحنا مش محتاجين اختيار التايم، بس هي فرصة للمكانة الكبيرة للتايم في العالم، هي فرصة أن إحنا نروج أكتر للسياحة في مصر وللأهرامات بأن هذه المجلة اختارت هذا الفندق من بين أجمل فنادق العالم. حفظ الله الجيش، حفظ الله مصر.